احنا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. دي انفكشن بريفنشن اند كنترول. زمان زمان كان اسمه انفكشن كنترول. حلو، الاسم ده اتغير لانفكشن بريفنشن اند كنترول. ليه؟ لان لما قالوا انفكشن كنترول يعني معناها ان العدوى حصلت وانت مهمتك تحوطها. قال لك لا، احنا بتوع الانفكشن ديزيز احنا مش بس هنحوط على العدوى، احنا هدفنا نمنع العدوى انها تحصل. تمام؟ يبقى احنا كمان بنبريفنت العدوى، ودي واحد من مهمات الدكتور الانفكشن ديزيز. هتسمعوني دلوقتي، انا واثق ان انتوا سمعتوا الانفكشن بريفنشن اند كنترول مليون مره، لكن هتسمع دلوقتي بقى الانفكشن بريفنشن اند كنترول بمخمخه، وايه الدماغ اللي وراها؟ انا خدت كام سلايد من الكسندر مان، ده كان معانا في الانفكشن كنترول، وانا بذكر اسم اي حد انا خدت معاه حاجه. بيقول لك ايه؟ احنا بنعمل ايه دكاتره الانفكشن بريفنشن؟ مانج اند مينيمايز انفكشن ريسك تو بيشنت ستاف اند فيزيتورز فروم ذا انفايرمنت اند ذا هوست. يبقى انت مهمه الانفكشن بريفنشن تيم مش بس ان هو يمنع العدوى للمرضى، لا ده انت تمنع العدوى للدكاتره وللزوار. يا فرحتي لو واحد جاي يزورك عشان انت عيان وهو كمان لقط عدوى، ده ايه المستشفى دي اللي بتعين ناس؟ كان في فيلم زمان كان واحد بيرمي مسامير في الشارع عشان العجل يفرقع وهو يصلح لهم العجل، فهي كده المستشفى بتعمل عدوى للزوار عشان تاخد زباين. فانت مهمتك ان انت تمنع العدوى للعيانين وتمنع العدوى لاهاليهم الزوار وللدكاتره. عشان كده هنتكلم على العدوى بتاعت الدكاتره في الاخر. وبنعمل تراكنج للديتا بتاع المايكرو اورجانيزم انسيدنس وبريفلنس والهوستال اكوايرد انفكشن وبرفورمانس امبروفمنت ولوك اوت فور انفكشن ريسك. وقف وافهم المخمخه. مايكرو اورجانيزم انسيدنس وبريفلنس يعني ايه؟ يعني انا شغال في القصر العيني، عندي المعمل بيجي لي بلاد كالتشرز، فجاه لقيت ان مستشفى الباطنه كانت بتبعت ستاف اوريس، بيجي لي ستاف اوريس بكتيريميا 5 كل شهر. شهر سبتمبر لقيت جالي 50، يبقى معنى كده في ايه؟ في مشكله. يبقى اذا لما انا بعمل تراكنج للداتا ولقيت ان الانسيدنس او البريفلنس حصل فيه تغيير، يبقى معنى كده اكيد في ايه؟ في مشكله. المفروض ان الداتا بتاعه الميكروبيولوجي تروح لوحده الانفكشن بريفنشن علشان يجيب الداتا دي قبل ما المشكله ايه؟ تحصل. Hospital acquired infection. Clebsi, Coute, Vitreoretinal associated event كان زمان اسمها Vitreoretinal associated pneumonia والسيرجيكال سايت انفكشن والكلوستريديوم ديفيسيل. يعني ايه؟ يعني المفروض ان بتاع الانفكشن بريفنشن يقعد يلف في المستشفى، يروح الرعايه دي، راح رعايه البطنه، انتوا عندكم كام فنتليتر اسوشيتد نمونيا؟ احنا عندنا 5. طب الشهر اللي فات كان كام؟ 5، واللي قبله 5، واللي قبله 5، ماشي. راح رعايه الجراحه، عندكم كام؟ عندنا 20. طب الشهر اللي فات كان ايه؟ كان 5. لا انت عندك مشكله. طالما انا بسجل الهوستال اكوايرد انفكشن دي ولقيت انها زادت، يبقى حضرتك عندك ايه؟ مشكله. تبص تلاقي حصل ان في واحد من الفنتليتورز كان كونتامينيتد. انا كان عندنا في البريسبيتيريان حصل ان واحد من البرونكوسكوبس كان كونتامينيتد بستينوتروفومونس. فجاه فريق الانفكشن بريفنشن لقى ان البرونكو الفرا لافاج بتاع رحايه الكارديوثوراسيك زاد فيها جدا حالات الستينوتروفومونس. قال لك يبقى معنى كده ان احنا زاد عندي الحالات، يبقى معنى كده ان عندي اوت بريك. راحوا عملوا اوت بريك انفستيجيشن، عرفوا ان هو من البرونكوسكوب، شالوا البرونكوسكوب، الارقام رجعت لايه؟ لطبيعتها. يبقى اذا لما انت بتدور على الهوستال اكوايرد انفكشن يبقى انت بتدور على المشاكل. فجاه لقيت ان في رعايه البطنه الكاوتي كاسيتر اسوشيتد يو تي اي انفكشن زادت. رحت لقيت ان هم كلهم مش بيركبوها استيرايد، يبقى انا اجيب الدكاتره، مش هجيبهم اشتمهم ولا اضربهم، الاسلوب بره مش كده خالص. تعالى انت مشكلتك ايه؟ بتركب القسطره مش استيرايد، طب تعالى اعمل لك دوره واعلمك. يبقى واحد من مهمات الانفكشن بريفنشن تيم اديوكيشن، ان انا اعلمك علشان خاطر الحكايه دي ما تحصلش تاني. وبعمل بيرفورمانس امبروفمنت، احنا قلنا في السنتر لاين والفولي، واولويز اون ذا لوك اوت، يعني ايه؟ بينتظر يشوف الحاجه هتحصل ولا لا. اعرف بقى دي بتاعت يو بي ام سي. بيعمل ايه فريق الانفكشن كنترول؟ ركز بقى، بص كل ده حاطين الامبريلا تحت مظله، الصوره دي انا واخدها من اليكس. بنعمل سيرفيلانس مراقبه، وعندنا داتا بيز، وبنعمل ريبورتنج للسي دي سي. او هو انت فاكر ان انا لو جالي كاوتي ولا جالي كلابزي يعني كاسر اسيدي اي او سنتر لاين انفكشن ان الحكايه بتنم؟ لا، ده سي دي سي بتجيلي تقول لي وريني حالات الايه؟ وريني حالات السنتر لاين انفكشن بتاعتك.
لو لقيت ان الحالات زادت تقول لك انت عندك مشكله اقفل الرعايه دي بجد. في سنه 2015 حصل 3 حالات ميوكورمايكوزس في البريسبيتيريا في عيانين الزرع. جت السي دي سي قالت لهم بص معلش انت عندك اوت بريك ولسه ما عرفتش اقفل الزرع. يا نهار اسود مفيش ولا عيان يزرع. الزرع ده اكتر حاجه بتجيب للمستشفى فلوس. ولا عيان يزرع ليفر ولا لانج ولا بون مارو مفيش حد يزرع. فدي كارثه على المستشفى. المستشفى تقفل. راحت المستشفى عامله لجنه وعامله اوت بريك انفستيجيشن. طب في مصر ايه؟ مفيش حد بيراقب. فالعيانين ايه؟ مره رحت بكلم واحد من الاساتذه في الرعايه في القصر العيني بيقول لي احنا بص الرعايات دي اشكال. بقول له يعني ايه الرعايات دي اشكال؟ قال لي بص انا شغال في رعايه مستشفى فلان دي بتاعت الاسيتوباكتر دي كلها اسيتوباكتر. انا شغال بقى في رعايه في القصر العيني دي بتاعت كليبزيلا دي كلها كليبزيلا. وفي رعايه ثانيه كلها مرسى. فهي كده هي اشكال. انت قاعد بس بالطب. انا سمعت الكلمه دي ولا كنت عايز ارد عليه ان الرعايه اشكال. يعني دي اسمها فيها اوت بريك ميرسا، دي فيها اوت بريك كليبزيلا، ودي فيها اوت بريك اسيتوباكتر. هو ده معناه مش الرعايه اشكال. هو قالها الرعايه اشكال لكن هي مش اشكال. انت عندك اوت بريكس مهمتك ان انت تعرفها عشان تعالجها. تمام؟ لو كان في لجنه بتتابع المستشفيات كانت هتيجي تقفل لك المستشفى. وش مفيش اختيار. هو ده السيرفيلانس. الانفكشنز بريفنشن بيعمل سيرفيلانس نيزل وريكتال اللي هي ايه؟ اللي هي السوابس. يعني العيان اول ما يدخل المستشفى هعمل سواب اشوف عنده ميرسا ولا لا، هعمل سواب عنده سي ار اي ولا لا. ليه؟ علشان لو انا عملت سكريننج ولقيت عنده ميرسا يبقى العيان ده عنده ميرسا في مناخيره. طب العيان ده جاله فنتليتور اسوشيتد نمونيا. الفنتليتور اسوشيتد نمونيا عاده بتبقى بكتيريا موجوده في الايروي بتاعك انت. فلو انت كنت عملت سكريننج للعيان من وهو داخل، هو داخل المستشفى، قبل العيان اللي داخل المستشفى عرفت ان هو ميرسا، اتفنتل بعديها باسبوع. طب لو بعد اسبوع جاله فنتليتور اسوشيتد نمونيا، يبقى الاورجانيزم ممكن يبقى ايه؟ هو الميرسا اللي موجود فوق. فبالتالي لو انت عارف وعامل سكريننج هتدي له فانكومايسين عشان يعالج الميرسا. طب لو هو عنده اي اس بي ال، يبقى انا هدي له ميرونام عشان يعالج الاي اس بي ال. يبقى دي الريجولار سكريننج للسواب، ودي مهمه الانفكشن بريفنشن يعملها كل المستشفى. هل احنا عندنا امكانيه في المستشفيات بتاعتنا دلوقتي ان احنا نعملها؟ حتى الان لا. المستشفيات الخاصه الغاليه بيعملوها ماشي، لكن المستشفيات الحكوميه لا. لكن ايه اهميتها؟ اهميتها انها بتغير الواي اوف مانجمنت بتاعنا. دكتور يعني الكلام ده كان بيحصل بره؟ طبعا لكل عيان يخش. طبعا عارف العيان في كليفلاند كلينك داخل من الاستقبال يعملوا له ميرسا بالبي سي ار ويعملوا له سواب. عارف الميرسا بي سي ار بيطلع بعد 40 دقيقه، فانت تبقى عارف بعد 40 دقيقه. فانت لو عايز العيان دخل عملت له ميرسا حلو بي سي ار طلع ميرسا بوزيتيف والعيان عندك في الرعايه في الاستقبال عنده سيبتك شوك، يبقى انت لازم تدي كفرج لايه؟ للميرسا. يبقى لازم تدي فانكومايسين. فهمت الابلكيشن؟ فهمت؟ يبقى هو ده وهنتكلم عليه في الرابيد دايجنوستكس. احنا هنا في مصر ما عندناش امكانيه فانا نطيتها، بس انا بقول لك الصح. يعني ممكن تطلب حاجه غير الميرسا؟ انا ساعات بشوف المستشفيات الثانيه دي ميرسا، ممكن تطلب حاجه ثانيه العيان جاي يعني السوابز؟ ايوه ميرسا، في سوابز ميرسا وي اس بي ال وسواب للفي ار اي وسواب للكاربابينم ريزيستنت بكتيريا. الانفكشن بريفنشن بيعملوا انفيرمنتال كلتشرنج. يعني ايه؟ يعني تلاقي بتاع الانفكشن بريفنشن معدي ياخد سواب من الحيطه، ياخد سواب من حنفيه الميه، ياخد سواب من الفنتليتور. ليه؟ علشان ما يبقاش ده سورس. احد الاساتذه اللي ماسك مستشفى من اكبر مستشفيات مصر قال لي هقول لك احنا عندنا زودوموناس في كل الحنفيات. ايه ده؟ دي كلمه تتقال؟ يعني وبعدين بعد كده تسال هو ليه الرعايه دي كل العيانين فيها زودوموناس؟ ما هي الميه فيها زودوموناس. سؤال، هل الحكايه دي بتحصل بره؟ في مستشفى بيتسبرغ في اي عندهم اوت بريك من الليجينيلا بقاله سنين ومش عارفين يعالجوه. قلت لك اكتب في الجرايد، اكتب كده في جوجل ليجينيلا بيتسبرغ وانت هتقرا. انا ما عنديش مشكله ان انت يبقى عندك اوت بريك، انا مهمتي ان انت تتصرف حيالي، ان انت عرفت وهتتصرف. لكن لو انت عارف وما عملتش حاجه يبقى معرفتك ما اضافتش اي شيء. فانت مهمتك ان انت هتعمل سيرفيلانس وهتعمل انفايرمنتال كلتشرنج، هتعمل ستاف تيتشنج، هتعمل الاديوكيشن وهتريبورت الكلام ده كله. تمام؟ لسورتن ايجنسيز في امريكا. ده جواب، صوره جواب انا حطيته عشان اشوف. ده جواب بيتبعت للعيانين لو انت جالك كاتيتر اسوشيتد يو تي اي بعد ما تخرج من المستشفى تلاقي الجواب الظريف ده مبعوت لك: دير مستر جونسون انت جالك انفكشن من المستشفى واحنا بنعتذر لك واحنا قاعدين نعمل تطوير وكده. تخيل ان انت لو في مصر واحد خرج من المستشفى جاي تعترف له تقول لك بتاع، بس هو ده البروتوكول بره. بس انا عايزك تفهم التفكير وصل لفين. بيعملوا بروسيس اناليسيس للسنترال لاين والبلاد كلتشر كونتامينيشن ريت
وكمان بيشوفوا السكين انفكشنز او الفاب كل ده بيعملوا ريجولر كالتشرز. دي صوره من بتاع شيكاغو ان هم واحد جه ياخد سوابز لقى المونيتور والسرير والحامل اللي هو بتاع الحامل بتاع المحاليل والحيطان كل دي زرعت بي ار اي. فانا عايزك تتخيل المستشفى بتاعتنا احنا لما دي هتبقى عامله ازاي البكتيريا. طيب اهم حاجه الانفكشن بريفنشن بيركز عليها ان هو يعلم الدكاتره الهاند هايجين. لو انت هتخرج من محاضره الانفكشن بريفنشن اتعلمت حاجه واحده بس هقول لك من فضلك لما تروح المستشفى لو انت شغال في مستشفى من المستشفيات الغاليه هتلاقي ستريليوم تغسل ايدك. انا لو رحت شفتني وانا ماشي في احدى المستشفيات دي هتلاقيني تقريبا بغسل ايدي بالستريليوم كل دقيقتين لثلاث دقائق تاني ماشي قاعد اغسل ايدي. ليه؟ لان انا اتعودت. انت هتغسل ايدك هتلاقي فيه كلام كتير وفي محاضرات هقولك المحاضرات اللي تسمعها عن الهاند واشينج والكلام ده، بس انا انصحك طول ما انت ماشي تغسل ايدك. ليه؟ علشان الهاند هايجين لقوا ان هي دي من اكتر الوسائل الهاند انها بتنقل البكتيريا من عيان لعيان. وياما ياما ياما تلاقي ان عندك عنبر في المستشفى عندك فجاه كله ضرب اسهال او فجاه كله ضرب مالتي دراج ريزيستنس، فيبقى مين اللي نقلها؟ العيانين طبعا بيسلموا على بعض وقاعدين ياكلوا مع بعض وكل حاجه، بس انا مش عايز انت كدكتور تبقى كده. طب انا في مستشفى ما فيهاش ستريليوم، في مستشفى في الصعيد لوحدي، اعمل ايه؟ من فضلك هتلاقي فيه الكول راب بتاع صغنن كده في سعره في السوق مش عارف 8 ولا 10 جنيه، خليه في جيبك وانت اغسل ايدك فيه. طب انا هغسل ايدي، هتقولي انا هغسل ليه؟ ما كل العيانين قاعدين مع بعض وياكلوا يا بتاع، انا مش هفرق حاجه. لا انت ممكن تكون الفرق، انت الدكتور انت اخطر واحد لان انت اللي بتروح للعين السي ار اي وبتروح للعين اس بي ال ممكن انت تكون وسيله النقل، اعمل اللي عليك. طب لو انا ما جبتش البتاع ما تجيش يوم القيامه بقى تقول لي ايه انا بتسئل ليه؟ انا ونبهتك وقلت لك هتجيب البتاع وتحطه في ايدك، الموضوع انتهى. الغسيل الميه وصابون ممكن بس مش كل الناس عندها اكسس دايما للحوض. المفروض في اوروبا والدول المتقدمه ان جنب كل اربع اوض بيبقى فيه حوض، بس مش ده افيلبل عند كل الناس، فانا مش هشكل. بس طبعا لو احسن ان انت تغسل ايدك، تمام؟ طيب العيانين كلهم دخلوا المستشفى، لما العيانين بيدخلوا المستشفى في حاجه اسمها ستاندرد بريكوشنز. ستاندرد بريكوشنز يعني ايه؟ الاحتياطات ستاندرد الاساسيه اللي هتتعمل لاي عيان ايا كان تشخيصه. حلو؟ يبقى في عندنا بريكوشنز اكسترا للامراض المختلفه، لكن في ستاندرد بريكوشنز هتتعمل لكل الناس اللي هي ايه؟ اللي هي ان انت تغسل ايدك قبل ما تروح العيان وهتلبس جلافز ومص والكلام ده. لو في بروسيدير هتعمل سبلاش يبقى انت الجلافز مش ضروري للستاندرد بيشنز، ان انت تغسل ايدك ده ضروري لكن الجلافز مش ضروري. حلو؟ الكونتاكت بريكوشنز هنقولها. واهم حاجه ان احنا نتعلم العيان الكف اتيكيت يعني ما يكحش. كان خالي كان يقول لي ايه؟ يقول لي انا لما العيان يجي لي العياده عشان يقنعني ان هو عيان لازم يكح في وشي عشان يحسسني ان هو عيان قوي. فهو العيان كده، فانت تعلم العيان الكف اتيكيت لما يجي يكح في كوعه علشان خاطر ما ايه؟ ما ينقلش العدوى. بعد الستاندرد بريكوشنز في كونتاكت بريكوشنز. هتقول لي يا دكتور انا شغال في مستشفى في الصعيد وما عنديش اوض عزل. طيب لو انت اشتغلت في مكان تاني لازم تبقى فاهم الكونتاكت بريكوشن. لو انت في اوضه عندك في شغال في مستشفى حكومي من فضلك حاول على قد ما تقدر تعزل العيان ده. ليه؟ لان العيان ده يا هيعديك يا هيعدي عيانين تانيين. بيعدي عن طريق ايه؟ كونتاكت. الكونتاكت ده بيبقى دايركت اندايركت. دايركت يعني انت لمست العيان عداك، اندايركت يعني في وسيط، يعني العيان حط ايده على السرير وانت جيت حطيت ايدك على السرير اللي هو كان حاطط ايده عليه، يبقى الاندايركت. سواء كان الاندايركت ده الاكره بتاعه الباب، سواء كان السرير او سرنجه عملت اندايركت ترانسميشن. يبقى الكونتاكت يعني في لمس. ايه الانفكشن اللي بتتنطق بالكونتاكت؟ الام دي ار يعني الزودوموناس الريزيستنس زودوموناس، الكليبزيلا، كل دول بيتنقلوا بالكونتاكت. النورو فيروس اللي بيعمل اوت بريكس اوف دايريا، فجاه تلاقي العنبر كله ضرب اسهال، ده نورو فيروس او سيدف اللي هي اللي بعديه على طول. الايكولاي، الهربس، الفاريسيلا زوستر اللي هي الايه؟ الزوستر اللي هو بتاع السكين، تلمسه تتعدي، فما تلمسوش من فضلك، يبقى العيان ده لازم يتحط على كونتاكت. البارا انفلونزا والانتيرو والراينو والسكيبز والامبيتايجو، يبقى العيان المفروض يتحط في برايفت روم وممكن تعمل كوهورتنج. كوهورتنج يعني ايه؟ يعني انت شغال في مستشفى عندك عيان كلوستريديوم ديفيسيل وعيان تاني كلوستريديوم ديفيسيل، ممكن تحط الاثنين ايه؟ مع بعض في اوضه واحده، يبقى انت عملت كوهورتنج، يعني حطيتهم مع بعض طالما نفس التشخيص. ولو العيان ده هتدخل عليه طبعا مش في القصر العيني ولا الدمرداش ولا الحميات، في المستشفيات البرايفت في مصر لازم بتلبس اللي هو الجاون ولازم تلبس ايه؟ جلوفز.
يبقى ده كونتاكت عشان انت ما تتعديش، وانت لو اتعديت هتيجي للعيان اللي بعده وتعديه. يبقى دي مجموعه الامراض. الليسته انا هقول لكم في الاخر ايه الحاجات اللي هنقراها، بس انا هديك المحاضره ما تقلقش. دروبلت يعني ايه؟ دروبلت يعني انا لما باجي اتكلم او بكح او بعطس بقوم جاي بطلع رذاذ، الرذاذ ده بيعدي. علشان كده لازم علشان امنع البس ايه؟ البس ماسك. يبقى الدروبلت ده زي نيسيريا من انجيتس وليموفلس انفلونزا والجروب اي ستريبت والروبيلا والانفلونزا والادينوفيروس والمامس. يبقى اهم حاجه في الدروبلت ايه؟ هي الماسك. والعيان يتحط في برايفت روم برضه. خلي بالك ان في انفكشنز تحتاج دروبلت وكونتاكت اتنين. يبقى دروبلت مش يا دروبلت يا كونتاكت، في حاجات دروبلت وكونتاكت، مع الاعتبار ان الستاندرد بريكوشنز دي اساسي لايه؟ لاي عيان. طيب ايه رايك في الصوره دي؟ دي صوره متصوره بتكنولوجي في التصوير علشان تشوف واحده بتعطس. بص الست دي بتعطس، بص الرذاذ ده طلع عامل ازاي. عايزك تتخيل لما يكون عندك انفلونزا ده هيطلع ايه. الدروبلت انفكشنز عاده الانفكشن بتوصل لحوالي متر. علشان كده لما تلاقي بتاع الانفكشن بريفنشن يمر يقول لك ابعد بين السراير من بعض على الاقل متر. ليه؟ علشان لما تبعد المسافه انت هدفك ان الحاجات الدروبلت ايه ما تجيش من عيان لعيان. طبعا احنا عندنا في عنابر في المستشفيات بره ما فيش حاجه اسمها عنابر، كل عيان في اوضته او الاوضه فيها اثنين عيانين او ثلاثه ماكس. لكن احنا عشان العنبر لازم السراير تبعد علشان الحاجات الدروبلت دي ايه ما تعديش التانيين. السي دي سي قالت ايه عشان الانفلونزا؟ قالت ان لازم كل الهيلث كير وركر يتعلموا ولازم كمان يتطعموا، لانها مسؤوليه المستشفى لو حصلت لهم العدوى، ولازم يتعلموا ازاي يتعاملوا مع حالات الانفلونزا. ممكن تبقى تقرا دي انا قايل امتى ستوب ايزوليشن، تبقى تقراها بعد كده. يعني العيان اللي هيتحط ايزوليشن امتى تشيل الايزوليشن. اخر حاجه بقى في الحاجات دي الايربورن ايزوليشن. للاسف الكلام بتاع الايربورن اللي انا هقوله ده ممكن يكون مش متطبق في مصر، لان مفيش غير تقريبا غير مستشفيتين ومفيش غير اوضتين ايربورن ايزوليشن في مصر. فده يعتبر ايه؟ خيال علمي. ما عندناش الايربورن ايزوليشن. انت بتتحط في اوضه فيها نيجاتيف بريشر علشان ايه؟ ما تعديش الناس. ليه؟ لو انت عندك اوبن تي بي او فاريسيلا او ميزلز او سمول بوكس او سارس او ايبولا، الحاجات دي مش بتوصل لمتر، لا دي بتطير في الهواء ممكن تعدي الناس. فدي لازم هتلبس سبيشال ماسك اللي هو الام 95 علشان ما يعديش. تمام. الحاجه الظريفه بقى ايه؟ دي فاريسيلا اكسبوجر ريسك. الصوره دي برضو انا واخدها مكتوب خلي بالك ايربورن لما يجي لك فاريسيلا نمونيا. كنت في احد المستشفيات من فتره، فبعدين احد الزملاء بيقول ايه تعالى بص عندي حاله رائعه، حاله فاريسيلا نمونيا. فانا قلت تعالى شوف ايه ده. فاريسيلا نمونيا دي اكتر حاجه بتعدي في الدنيا. اجي اشوف ايه؟ اشوف ايه؟ اه انا اميونايز، بس يعني الفاريسيلا نمونيا دي حاجه فظيعه. تعالى شوف. لا مش هشوف، انا عارف عامله ازاي، ما تجيش ادخل الاوضه وناس كتير جايه. فخلي بالك من الحكايه دي. في حاجات كتير فيري انفكشس. ام تي في ميزلز تي بي والفاريسيلا. الفاريسيلا اللي هي تشيكن بوكس. لما يجي لك التشيكن بوكس مش العادي، لما يجي لك ديسيمينيتد في عيان اميون كومبرومايز او يجي لك فاريسيلا نمونيا، ده هايلي انفكشس. هايلي انفكشس. انا ما اعرفش نعمل ايه في مصر عشان ما عندناش نيجاتيف بريشر، بس انت على الاقل البس الان 95 لو موجود، لو مش موجود ما تدخلش. تمام. ولو واحده حامل يا خرابي. طيب ايه اللي الانفكشن بريفنشن بيعملوه تاني؟ بيعملوا لكل العيانين تيوبركلين او كوانتيفيرون علشان يعرفوا الريسك اوف جيتنج تي بي، وده هنتكلم عليه في المحاضره بتاعت التي بي. وكمان بيعملوا تي بي كليرنس بروتوكول، يعني لما تحط العيان على تي بي بريكوشنز مين اللي يخرجه؟ بتوع الانفكشن بريفنشن. هيخرجوه امتى؟ لما يكون يا اما هو بوزيتيف وخد العلاج والسبيوتم بقى نيجاتيف، يا اما هو نيجاتيف وبعت ثلاثه سبيوتم سامبلز فرقهم 8 ساعات انكلودينج ذا مورنينج سامبل. هم بتوع الانفكشن بريفنشن اللي هيقولوا العيان ده يدخل ايزوليشن ولا ما يدخلش، وامتى ايه يخرجوه. فريق الانفكشن بريفنشن هو المسؤول عن النيدل ستيك انجريز. الفريق الانفكشن بريفنشن هو المسؤول عن النيدل ستيك انجريز. بتحصل في امريكا حوالي 385 الف حاله نيدل ستيك، يعني دي حاجه فيري كومن ان دكتور يتشك. وانا في خلال الشهر اللي فات مش هقول لك كم واحد اتصل بيا لما الدكاتره يتشك، وعشان كده لازم دي تعرفها بقى اللي فاتكم، والحته اللي جايه دي ايه لشغلك اللي مصلحتك انت، عشان تبقى فاهم تتعامل ازاي لما تتشك. الشكه دي يا اما بيركوتينيوس انجري بسرنجه او بمشرط، تمام،
او كونتاكت ويز ميوكس ميمبرين. يعني ايه؟ يعني في حصل سبلاش وجه على عينك او جه في بقك، حصل حاجه ظريفه. كونسلت جاتني عيانه كانت عندها اتش اي في، والدكتور بيسحب السي اس اف وهو بيحط السي اس اف، فجاه راح جاي ضاغط بسرعه، راح جاي ناطر جه في وش الممرضه، تمام؟ فدي ممكن كان يكون دخل جوه عينها، فيبقى ده ايه؟ ده ريسك. خد بقى الحته الجديده دي، كونتاكت ويز ميوكس ميمبرين او نون انتكت سكين، يقول لك لو ايدك فيها جرح، تمام، او لو في سكين ابريدد او افليكتد ويز ديرماتايتس. يعني ايه؟ يعني دكتور السكين عنده سورايسز، عنده مشكله في الجلد، ساعتها الابزوربشن ممكن يبقى اعلى، فممكن ساعتها يبقى ايه؟ يبقى انفكتد. فخلي بالك، يبقى دي امانك انت الشخصي، خلي بالك ان الحكايه دي ممكن تسبب لك انت نفسك عدوى، تمام؟ لو حصل سبلاش من العيانين دول. الانيشال مانجمنت قلنا هتعمل ايه؟ واشنج والسوب اند ووتر، والميكاس ممبرين هيبقوا فلاشد ويز ووتر. واهم حاجه هتعرف السورس بيشنت عنده ايه. انا هتكلم هنا على الهيباتيتس بي. بص هختصر لك الكلام بتاع الهيباتيتس بي، مفيش حد يخرج النهارده الا وهو متاكد ان هو فاكسينيتد اجينست الهيباتيتس بي. لازم، ليه؟ لان الهيباتيتس بي هو اخطر واحد. يعني مين معدي اكتر، هيباتيتس بي ولا سي؟ بي. طب بي ولا الاتش اي في؟ بي. طب اذا كان هو اكتر واحد معدي، ازاي انا ما بقاش فاكسينيتد؟ فيبقى اذا مسؤوليه الانفكشن بريفنشن ان هو يخلي الناس فاكسينيتد، ولو انت مش فاكسينيتد مش هتعرف تشتغل في المستشفى بره يا حلو. هو هيطلب منك التحليل. طب انت بقى مصر انا عندي حساسيه، بص مش هاخد البتاع. خلاص اكتب من على مسؤوليتك، عشان يوم لما تيجي تتشك ما تجيش تلومنا انا، انت اللي ايه؟ اللي خدت القرار. تمام؟ طيب يبقى اذا لو انت اتشكيت من عيان هيباتيتس بي، اول حاجه لو العيان ما عندوش هيباتيتس بي خلاص مفيش مشكله. عيان هيباتيتس بي لو انت فاكسينيتد والتتر اكتر من 10 ولا حاجه تحصل. طب لو التتر بقى قليل، هندخل في دوامه مش قصتنا دلوقتي، بس هنعمل بريكوشن، سواء هناخد الاميونوجلوبولينز او هندي فاكسين والكلام ده، بس من فضلك دلوقتي لازم تتاكد ان انت واخد الفاكسين والتتر بتاعك اكتر من 10، تمام؟ تبقى انت ساعتها اميون، وساعتها نبقى مطمنين ايه؟ ان انت سيف، ان انت تشتغل في المستشفى. طب لو اتشكيت من هيباتيتس سي، مشكله ان هيباتيتس سي الجايد لاين الكام سنه اللي فاتوا هيباتيتس سي اتشقلب، فدلوقتي مفيش حاجه للاكيوت نيدل ستيك. ليه؟ لان انت ممكن تاخد الهيباتيتس سي وتخف ما يجيلكش الديزيز، ولو جالك الديزيز العلاج بقى سهل، فهيباتيتس سي تعتبر ايه؟ اوت. الاتش اي في لو انت اتشكيت من عيان اتش اي في ده مسؤول للانفكشن بريفنشن. هنعمل ايه في مصر؟ اول حاجه لازم هتعمل انسيدنت ريبورت، ولازم تبدا في اول 72 ساعه، لكن انا مش هقول لك 72 ساعه، هقول لك باسرع ما يمكن، لو في اول ساعه او ساعتين. كل المستشفيات في مصر الحكوميه بتعمل ريبورتنج، وبتروح الحميات وتصرف الدواء اللي هو الانتي فايرال، هتاخده لمده اربع اسابيع، وفي الوقت ده ان شاء الله هتحمي نفسك، وهنقول التفاصيل في محاضره الاتش اي في. فدي حاجه مهمه، اي واحد يتشك. طب لو عيان مش عارف هو عنده اتش اي في ولا لا، يفضل ان انت تاخد. عيان في الشارع وياما في مدمنين بتمشي وجاي شكك سرنجة او بتاع، فلازم هتاخد. دي كله مسؤوليه الانفكشن بريفنشنست. اخر حاجه قبل ما ناخد البريك عشان نروح نصلي، الاوت بريك انفستيجيشن. يبقى انا كان عندي من شهر ونص جالي حد يقول لي عندنا كونسلتيشن عيان عنده كانديدا في الدم، بعدين بعديها بساعه قال لي في عيان تاني عنده كانديدا في الدم. قلت له هي دي صدفه ولا ايه؟ اثنين عيانين في نفس اليوم. فجأة قال لي لا ده في عيان ثالث. قلت له لا استنى، ما تجيش الاسبوع اللي فات ما فيش ولا عيان كانديدينيا، وجاي النهارده تقول لي في ثلاث حالات، انت ما خدتش بالك؟ يقول لي خدت بالك من ايه؟ ترقلي من ايه؟ في ثلاث حالات كانديدينيا عندك في يوم واحد، يبقى ده حبيبي اسمه اوت بريك. ساعتها ايه؟ بدأنا في المستشفى حاجه اسمها اوت بريك انفستيجيشن. يبقى اي عيان الاوت بريك انفستيجيشن ده مسؤوليه، طبعا في فريق انفكشن بريفنشن في المستشفى، بس انا قلت انا اللي هعمل الحكايه دي. قلت ايه؟ اول حاجه مهمتك استابلش اكزيستنس اوف ايبيديميك، يبقى اول حاجه ان انت تقول ايه ده، هو في اوت بريك ولا لا؟ وتفيريفاي الدايجنوزز ان فعلا كلهم عندهم كان، وتعد الحالات وتشوف الحالات تقيم بليس اند بيرسون، يعني اما تشوف هل الحالات مرتبطين في حاجه كومن؟ يعني فجاه جالنا مره اوت بريك من المنظار بتاع الاي ار سي بي، لدرجه ان السي دي سي الاسبوع اللي فات نزلت وارنينج قالت بعد كده كل الاي ار سي بيات مش هتشتغل، ولازم تحط التيب الديسبوزابل لانها ما بتتعقمش كويس. ليه؟ لان في اوت بريك في هارفارد حصل. يبقى الاوت بريك ممكن يحصل في اي مستشفى في العالم، بس انت مهمتك ان انت تتصرف عليه، وبعد كده هتديفلوب هايبوثيسز، وبعد كده هتبدا تتست الهايبوثيسز عشان تدور على الاوت بريك سورس وتعرف المكان اللي فيه العدوى، وبعد كده ايه تبدا تعالج.
دي كلها مهمة فريق الانفكشن بريفنشن، الفريق الصح الفاهم. وقبل بس ما نروح في فيلم ده ما اعرفش حد شافه ولا لا، بس انا انصح، انا دخلت في السينما مع باباي وانا صغنن بس انا عجبني جدا، كنت لسه في المدرسه. حد شاف الفيلم ده؟ انصحكم اللي ما شافوش يشوف. تمام، الفيلم ده ظريف جدا، بيتكلم على اوبري وجه من القرد، وده برضو حاجه يشبه اللي ايه اللي حصل.